أنا ولا لا بتاع فريق جنوب السودان. طيب نروح للتليفون، مهم جدا، مع الكابتن سمير عثمان رئيس لجنة التحكيم. يعني ببارك لك كابتن سمير وبقول لك ألف ألف مبروك وربنا يكون في عونك، ومسؤولية أعتقد إن هي كبيرة جدا كابتن سمير. ربنا يخليك كابتن عمر، ومتشكر جدا على ذوقك والمقدمة الجميلة، وتحياتي طبعا كابتن إبراهيم عبد الصمد وكابتن محمد حشيش وكابتن عادل طايمة، منورين الاستوديو. طبعا يا كابتن سمير يعني احنا مبسوطين جدا ان حضرتك يعني اخيرا بقى فيه شباب وبقى فيه وجوه جديده في لجنه الحكام، لكن رئاسه لجنه التحكيم اكيد امر صعب جدا في الظروف الاخيره اللي احنا بنشوفها وبنعيشها. لكن كابتن سمير عثمان بعد ما تولى رئاسه اللجنه، ايه اول الازمات اللي كابتن سمير بيسعى الى التخلص منها وايضا الى تطويرها؟ بص يا كابتن عمر، طبعا هي رئاسة لجنة الحكام دي شرف لأي حكم طبعا، صح. بحمد ربنا وأتمنى ربنا يوفقني فيها إن شاء الله، بس هي أول خطوة طبعا. أنا لازم أشوف اللجنة اللي قبلية وقفت لآخر نقطة أنا أكمل بعدها، لأن أنا عاوز أنجح. أنا اللي عاوز ينجح في إدارة حاجة ما يجيش يهد اللي فات كله، لا أنا أوصل لآخر نقطة اللي قبلي يوقف عليها وأبتدي أشتغل عليها وأكمل، عشان إيه يبقى فيه يعني حاجة جديدة تقدر تحس بيها على طول. فلازم أشوف طبعا الحاجات الزمايل اللي قبلية والأساتذة بتوع الكبار اللي قبلية اللي وصلوها، وبعد كده نكمل عليها إن شاء الله. في مواضيع كتيرة جدا طبعا، بداية طبعا لازم بس أشوف إن شاء الله الفريق اللي أنا هعمل معاه. يعني هي مش لجنة مكونة من رئيس وأعضاء، لا إحنا كلنا عاوزين نعمل حاجة كويسة، فمش يبقى فيه رئيس وأعضاء. أنا عاوز أنجح مع الناس كلها، يعني إحنا كلنا نشتغل مع بعض كتيم واحد. المفروض اللجنة عاملة زي الفريق، مفيش فرقة هتعتمد على لعيب واحد، الفرقة هتعتمد على لعيب واحد عمرها هيبقى قصير. أنا عاوز الناس اللي معايا كلهم إن شاء الله كلنا نشتغل بحب، ويعني زي ما نقولها إيه يعني كتيم ورك يعني كامل بإذن الله إن شاء الله. كابتن إبراهيم صمد حابب تسأل الكابتن سمير سؤال. كابتن سمير أولا مبروك، وده إضافة للتحكيم المصري إن شاء الله وجودك على رأس لجنة الحكام يعني. ربنا يخليك كابتن إبراهيم. السؤال بقى اللي انا عايز اقولك، اولا في مجموعه من الحكام الحقيقه اللي موجودين كانوا السنه اللي فاتت الحقيقه على مستوى جيد جدا من الكفاءه، انما حته ان احنا نجيب 35 طقم اجنبي من بره للماتشات بتاعتنا، ده بيقلل من كفاءه الحكام بتاعتنا وبيقلل من قيمتهم، وبالتالي احنا عايزين يعني، وخاصة انت موجود على رأس لجنة الحكام دلوقتي، ان احنا نقلل استخدام الحكام الاجانب ونعتمد على حكامنا، وخاصة ان مجاميع كويسة جدا ومجموعة جيدة جدا من الحكام موجودة على الساحة دلوقتي يعني. اتفضل حضرتك. طبعا رأي حضرتك كابتن ابراهيم مظبوط 100%. ما ينفعش دوري زي الدوري المصري يجي لنا اكتر من 33 حكام، يعني حوالي 132 او 134 حكم اداروا الدوري المصري. ودي اول نقطه انا اتفقت فيها مع الدكتور ثروت سويلم، قلت له يعني حته استخدام حكام اجانب لا يمكن تبقى زي السنه اللي فاتت، ان فريق واحد يلعب بكامل مبارياته حكام اجانب بثلاث حكام وباقي الانديه تلعب خمس حكام. احنا يعني صعب دي تتكرر، وما اعتقدش هتتكرر تاني. احنا اتفقنا ودكتور ثروت سويلم ان مباراه الاهلي والزمالك، مباراه الزمالك والاهلي هي بس اللي هيتم ليها استخدام حكام اجانب خطوه اولى، وبعد كده يا رب ان شاء الله الحكام ان شاء الله يثبتوا جدارتهم زي السنين اللي فاتت، ونعتمد عليهم في كل المباريات، لان من الصعب جدا كل الحكام زي ما حضرتك قلت. الحكم المصري يعني خطوه بخطوه ممكن يفقد الثقه اللي هو بيوصل لها. كابتن سمير يعني بسم الله ما شاء الله، لما تم طرح اسم حضرتك ما حدش ابدا اختلف عليك، فدي تضع مسؤوليه كبيره جدا عليك وعلى اللجنه اللي موجوده مع حضرتك. شايف المسؤوليه هتبقى عامله ازاي؟ هي مسؤوليه صعبه قوي مره. الحمد لله يعني انا معتمد على ربنا باذن الله ودعم الحكام. انت عارف ان دعم الحكام لما تلاقي الحكام كلهم عاوزين يشتغلوا ده بتدي مسؤوليه زياده، وبتدي لك بقى يعني في يعني حكام عاملين امال كبيره جدا، ويا رب ان شاء الله اكون على قد المسؤوليه اللي هم مديهين لي. بس طبعا عاوز شغل جامد. انت سي مثلا اقول لحضرتك اكبر مشكله ممكن تواجه اي لجنه يا كابتن عمر، مثلا انت عندك مثلا 10 ماتشات بس عندك 25 حكم مثلا عاوزين يلعبوها، صح؟ فلا يمكن هتبقى فيه عداله مطلقه، صح؟ العداله المطلقه تيجي يا كابتن اما كل واحد يعرف مستواه الفني وهو ناقصه ايه، عشان كده مش بيلعب.
فعشان كده يعني ان شاء الله انا والفريق اللي معايا ان شاء الله يعني كلنا عاوزين نعمل سياسه معينه ان شاء الله تبين ده انت ممكن تلعب وما بتستبعد بتستبعد ليه؟ عشان في عندك واحد افضل منك. انت الفرقه بتبقى متايده 30 لعيب بس بتنزل في الملعب 11 لعيب كتر في 30 في ناس هتزعل. بس شطاره بقى المدير الفني انه يكون عنده اقناع للي مش بيلعب ليه مش بيلعب لغايه ما يحسن مستواه ويخش في القائمه الرئيسيه. طيب كابتن سمير معلش عايز اسال حضرتك سؤال قبل ما كابتن حشيش يسال حضرتك، هل استقريت حضرتك على بعض الاسماء او الاسماء اللي موجوده مع حضرتك في اللجنه؟ والله بص يا كابتن عمر يعني اللجنه انا تم تكليفي على صلاه الظهر كده النهارده تمام؟ تمام. وبعد كده كنا صايمين النهارده لسه ما فيش اسامي بس يعني استقريت على بعض الاساسيات يعني هيبقى ان شاء الله يعني من ضمن فكري احنا عندنا في حكام قائمه طبعا زي ما كابتن حشيش عارف حكام رجال وحكام سيدات مظبوط؟ تمام. وعندنا محكمات دوريات بيلعبوا في كاس عالم وبطولات اولمبياد فانا ان شاء الله ناوي هيبقى من ضمن اعضاء لجنه الحكام لاول مره هيبقى في عنصر مستني من ضمن المحكمات الدوريات اللي شاركوا قبل كده في بطولات عالميه بره ولاول مره يكون فيها واحده تبقى عضو لجنه حكام رئيسيه باذن الله. طيب كابتن حشيش حابب تسال الكابتن سمير اخر سؤال عشان ما نطولش عليك. مبروك يا ابو الكباتن وانت يعني ان شاء الله اداء وقدود ونشوف ان شاء الله يعني طفره في التحكيم من خلال الموسم اللي جاي. بس انا ليه يعني حاجتين يعني اطلبهم منك، اول حاجه لازم يعني تطلب بزياده امتيازات شويه للحكام بس بشرط بقى حاجه تانية ان انت تصعب اختبارات الحكام الجديده لان في الفتره الاخيره دخل ناس كده يعني كتير مش على المستوى وانت طبعا انت في الموضوع وعارف. لازم الحكم عشان يبقى حكم لازم يعني يمر بصعوبات، ما تبقاش الاختبارات سهله وما تبقاش العمليه سهله ان اي حد ممكن يبقى حكم. لازم تصعب الشروط شويه، انا عارف ان طبعا انتوا بتبقوا محتاجين حكام جديده عشان طبعا المسابقات الكتيره البراعم والناشئين ورابعه وثالثه يعني مسابقات كتير وماتشات كتير، بس لازم الحكم عشان يبقى حكم لازم يحس برضه باهميه دوره وان انه يبقى حكم دي حاجه مش سهله. فنفس الوقت يعني تصعب الاختبارات وفي نفس الوقت تزود برضه من امتيازات الحكام يعني. هو طبعا يعني دي طبعا دي من ضمن الخطه انا وزمايلي باذن الله هنعملها بالنسبه للامتيازات والحقوق لان انا زي ما ادي الحكم حقوقه انا برضه حقوقي ان شاء الله وتبقى في يعني مش هقول سياسه ثواب او عقاب لا في سياسه يعني للحكم اللي بيأدي والحكم اللي مش بيأدي تمام؟ دي نقطة. أما النقطة الثانية حضرتك بتقول الاختبارات لازم تتصعب هي بص يا كابتن يعني حضرتك طبعا إيه تبقى بعد الأستوديو تسأل إبراهيم عبد الصمد الحكم اللي عاوز ينجح يعني بيستثمر أي سؤال يسأله من الناس الكبار يعني الواحد لما كان زمان لو كنت بحكم درجة ثالثة كنت بلعب في كل المستويات تمام؟ وبتبذل مجهود عشان توصل لدرجة الأعلى تمام؟ فلازم طبعا جدا انا عارف الحكم يبقى لياقته الذهنيه عاليه في المباراه مركز في المباراه كلها وكلها في ايد الحكم قبل ما تبقى في ايد اللجان المسكاه. اتمنى التوفيق باذن الله ان شاء الله ويا رب ان شاء الله نعمل موسم كويس باذن الله انا وزمايلي الحكام في ظهرهم باذن الله. كابتن سمير بشكر حضرتك شكرا جزيلا ببارك لك مره ثانيه وبقول لك يعني ربنا يكون في عونك وان شاء الله يبقى موسم موفق لحضرتك وللحكام ولكل الكره المصريه. كابتن سمير عثمان رئيس لجنه الحكام الجديد اللي تم اختياره النهارده او بعد ظهر النهارده بنتمنى حضرتك التوفيق.